مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم كينيترا 36. في هذا اليوم اللي كنستقبلوا فيه الاطار الوطني المدرب القنيطري صابر بالخوجة، الحائز على دبلوم في التدريب من الشقيقة تونس معترف به من الفيفا، وكذلك دبلوم بي كاف، وكذلك العديد من الدبلومات والتكوينات على الصعيد الوطني والدولي، مدرب لعديد من الفرق الوطنية، الآن هو المدرب الرسمي لفريق النادي القنيطري. جئنا من أجل التطرق العديد من المسائل التي تهم الفريق، المشاكل التي يعيشها الفريق وأسئلة أخرى، ابقوا معنا. تحية عطيرة لكم الطاقم التقني لقناة كينيترا 36 وكذلك الجمهور القنيطري داخل وخارج أرض الوطن. وصراحة بعد ما تلقينا الخبر على أن غتوقف البطولة، كنا درنا واحد اجتماع رفقة الطاقم الطبي، وكنا عطينا واحد برنامج ديال التدريب، عطينا برنامج ولحقناه برنامج آخر عبر واتساب، ومن بعد ما عرفنا المدة اللي غادي نقدروا نجلسوا في الحجر داخل المنازل، قدرنا أننا عبر التطبيق أحد التطبيقات عن بعد ندمجوا اللاعبين في في في, في تدريب جماعية باش نخرجوا من هذاك الملل ويبقى ديك روح الجماعة. تقريبا واحد المدة ديال الشهر، صراحة كانت ردة الفعل ديالنا كجميع الفرق وكجميع الأندية اللي تلقات الخبر، لأن هذا جائحة وما علينا، كنا خصنا نتعاملوا معها بواحد الذكاء معين. هذا هو اللي نقدر نقول لك، قدرنا أننا نتواصلوا مع اللاعبين يوم بيوم باش نخفوا عليهم حتى ذاك كما تنقولوا ذاك الضغط النفسي. لحد الان اللاعبين مازال تيدربوا، طبعا كاين اللي تيدرب تدريبات خاصه، كاين اللي تيدرب عبر التطبيق، ولكن كل واحد والقناعات ديالو الخاصه. وصراحه انا الى السؤال ربما هو بعيد عليا شويه، لان انا تنتكلم على الجانب التقني اكثر ما هو الجانب المادي. هو كتعرفوا بان هذه الجائحه هذه اي فريق كانت وضعيته الاقتصاديه والماليه كانت مهتزه او ضعيفه، قدر انه يتاثر بشكل كبير في هذه الجائحه ديال كورونا، وبذلك ملي كتكون متاخرات وملي كتكون مجموعه ديال الاشياء كترخي بالظل ديالها على الجانب الاقتصادي عند اللاعبين. كما كان الحال النادي القنيطره وغير النادي القنيطري، صراحه اللاعبين المغاربه كلهم تقريبا الاكثريه منهم تاثروا، لان حتى واحد ما كان اول فينا على هذه الجائحه. صراحه انا في تواصل دائم مع اللاعبين، ولكن تواصل ما هو تقني وما هو بدني، لان كنتبادلوا الاخبار، كنتبادلوا مجموعه ديال الاشياء، ولكن انا شفت الخبر في صفحات التواصل الاجتماعي بحال كاي الناس. كيبقى السؤال، لان ربما اللاعبين ما عرفتش واش اللاعبين توصلوا لواحد الحل مع اصحاب المنزل نظرا لتراكم الديون، او هما لان اللاعبين خارج المدينه ربما شافوا على ان نفسهم غيتراكم عليهم الديون حتى يرجعوا من بعد الجائحه، وديك الساعه يدبروا مسكن اخر. كيبقى السؤال المطروح، انا ما نقدرش نجاوب عليه، لان بحالي بحال اي واحد، كما قلت لكم التواصل تيكون في اطار ما هو تقني وبدني. هو الا شفنا درنا واحد كما تنقولوا شفنا التركيبه البشريه ديال النادي القنيطري ودرنا له واحد القراءه، كنلقاو واحد 94% عندهم العقده ديالهم غتسالي في اخر الموسم، بمعنى مشى ولا ما مشاوش راه في نهايه الموسم غادي تسالي العقده ديالهم. كانت وقدر الله انه رجعت البطوله، ولو تنظن ان اللاعبين عندي معهم واحد تنعرفهم مزيان اخلاقيا، مجموعه اللاعبين ما يقدروش كما تنقولوا يفوتوا النادي ويضحيوا، تنعرف بان يقدروا يرجعوا ويضحيوا الى نهايه الموسم، لان ولو كانوا قدموا كما تنقول الملفات ديالهم لمكتب النزاعات، فانا متيقن بعلاقتنا القريبه مع اللاعبين صراحه غادي يجيو باش يضحيوا، لان احنا في وقت ديال الاحتراف، اللاعب عنده عقد، ومادام العقد هو سيد الموقف، مادام كاين عقد راه الفلوس ديالو مضمونه في مكتب النزاعات في الجامعه، غير هو
كما كان الحال كنقولوا كما كان الحال الله يحسن الاعوان اللاعبين راه كيتاهم عندهم اسر ديالهم عندهم عائلاتهم ولكن كيبقى المصلحه ديال النادي فوق كل اعتبار. وانا تنقول لكم نتاكد واحد نسبه كبيره لان اخلاق اللاعبين ما غاديش تخليهم انهم يتخلوا عن النادي ونتمنوا الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. هو اتصال تيكون اتصالات قليله ولكن اتصالات ما كتكونش عباره عن اجتماع رسمي او لا ولكن كتكون اتصالات هاتفيه بعض المرات كنتبادلوا فيها هذه المشاكل. ولكن انا صراحه كمتتبع كقنيطري وماشي كمدرب ربما المشاكل اللي بقينا نهضروا في المشاكل ربما غنبقاو في بلاصتنا. خصنا نلقاو حلول ولو يكونوا اتصالات خص تلقى حلول. الاتصال بوحده ما كيكفيش، التحاور بوحده ما كيكفيش، الاجتماعات بوحده ما كتكفيش. خصنا نلقاو حلول وحلول انيه باش نخرجوا من هذه الازمه باش ان شاء الله الرحمن الرحيم الموسم الجاي نادي قنيطري يوجد الموسم الجاي بواحد الشكل جيد وان شاء الله الرحمن الرحيم نحاولوا نطبقوا كما ربما الرئيس مؤخرا كان تكلم على برامج باش يطبق البرامج ديالو في اريحيه. صراحه انا كما كنقول لكم اللاعبين راه كل واحد تيساعد في المنزل ديالو كيوجد كما قلت لكم حنا في التواصل دائم مع الاخوان ولكن ما اتمنى انا شخصيا صراحه ما اتمنى ان البطوله ما ترجعش ونوجدوا السنه المقبله بواحد الشكل جيد لان رجعت البطوله ملي كيكونوا المشاكل بزاف كتضيع تضيع الفريق في وسط هذه المشاكل ربما يقدروا يوليو عندنا عاوتاني حتى اعطاب لان ملي كيكون تدريب منزليه هذا يقدروا يتعرضوا اللاعبين لمجموعه ديال الاعطاب مجموعه ديال الاشياء وهادشي ماشي في صالح النادي لان كما تنقولوا دايوغ كان عندنا واحد التشكيله اللي اولى تركيبه بشريه اللي محدوده الوقت اللي غادي يوقعوا لنا اعطاب والوقت اللي غادي يكونوا عندنا مشاكل والوقت اللي غادي نتوهوا في الدوامه هذه يقدر النادي القنيطري يتضرر. ونتمنى اننا كاملين كقنيطريين ما نتمنوش ان النادي القنيطري انه يتضرر وكما تنقول لكم نتمنى ان البطوله توقف ان شاء الله الرحمن الرحيم ونستعدوا للموسم المقبل ويكون الجانب الانساني والصحه ديال البشر فوق كل اعتبار. وهو حتى كانت واحد البديله جيده هو ان الوقت اللي التطبيق اللي كنا درناه باش اللاعبين يدربوا كنا دمجنا فيه فئه ديال الفتيان وفي بعض اللاعبين ديال الفتيان وبعض اللاعبين ديال الشبان واللاعبين ديال الامل باش يبقاو حتى هما في استعداد دائم وطبعا تحت المراقبه ديال المدربين ديالهم. كيبقاو حتى هما نفس تيتبعوا نفس المسار اللي كينطبق على 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 الفريق الاول هو ان ما ترجع الشامبيونا ربما هما ربما الجانب المادي ما تيقيسوش بشكل اللي كيقيسوه اللاعبين الكبار ولكن كيبقى عندهم الجانب البدني خصهم يبقاو حاضرين لان ما يمكنش اللاعب كما كان واخا يكون عنجان ما يمكنش يجلس اكثر من واحد 3 شهور ولا 4 شهور بدون تدريب. ماشي مشكله بغا شي واحد نسلفو مرحبا بي انا موجود. ربما متى تكون الازمه راه كتكون عامه على الجميع غادي باش نكونوا موضوعيين شويه. الازمه ما يمكنش مدرب غيتخلص ولا الطاقم التقني جميع غيتخلصوا واللاعبين ما مخلصينش هذه راه معروفه. متى تكون الازمه راه تكون واحد السحابه اللي كتضلل الفريق كامل. صراحة إلا كان شي واحد نقدروا نرفعوا له القبعة ونولي نحشموا منه صراحة ونخجلوا هو الجمهور ديال قنيطرة لأن رغم تذبذب النتائج اللي كانت ورغم مجموعة ديال المشاكل كان هو ذاك السند الدائم. وكانت واحد الصورة اللي ما بغاش تنسى لي هاد السنة طبعا حتى السنوات الفارطة ولكن هاد السنة هو النهار اللي كنا لاعبين في الحسيمة كنشوف بأن جمهور قنيطرة والجمهور ديال النادي قنيطرة وحلالة بوز بالضبط أكثر من الجمهور ديال الحسيمة وبالتشجيعات ديالو وبالمساندة ديالو وصراحة كنحييهم من هذا المنبر ديالكم وكنقول لهم إن شاء الله الرحمن الرحيم أنهم يصبروا مع النادي القنيطري باش يخرج إن شاء الله للبر الأمان
ودار واحد السياسه محكمه ان شاء الله باش نزيدوا بالنادي للقدام. وتحيه للحلاله بويز وتحيه للجمهور قنيطره كما قلت في الاول داخل وخارج ارض الوطن، وشكرا لكم.